هلا أذنت لنا بالمدح سيدنا، هلا أذنت لنا في المدح سيدنا حتى نفوز بحب العترة النجبة، هلا أذنت لنا في المدح سيدنا حتى نفوز بحب العترة النجبة، وأطلق الحرف يا مولاي من شفتي، وأطلق الحرف يا مولاي من شفتي، وسدد الخطو يا خير الورى نسبا، أنت الإمام الذي يحتار مارحه، أنت الإمام الذي يحتار مارحه، ويطلب العون منك كلما كتبا، يا مخرج الكنز للمديون حين طرى، يا مخرج الكنز للمديون حين طرى، أمر الديون وأرسى الهم والتعبا، ومرجع النور في عين الكفيف، ومرجع النور في عين الكفيف، ومن أرقى الظلام وأجلى النور حين خبا، ومن إليه سباع الغاب خاضعة، ومن إليه سباع الغاب خاضعة، حتى عشى نوره السجان فاضطربا، لو يعلم الناس عنك كل منقبة لجاء يسعى إليك الكل واقترب. ورد عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. ونظرا لما تتعرض له المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف في هذه الأيام من هجوم مستمر، كتبت هذه الأبيات. تفديك نفسي، تفديك نفسي يا أبا الإيمان، تفديك نفسي يا أبا الإيمان، يا من وهبت العمر للرحمن، تفديك نفسي يا أبا الإيمان، يا من وهبت العمر للرحمن، يا نور عيني يا شراع سفينتي، يا نور عيني يا شراع سفينتي، يا سيد السادات يا سستاني، دم للفقاهة والزعامة حاملة، دم حاملا للذكر والقرآن، لو لم تكن أنت الفقيه فمن يكن، لو لم تكن أنت الفقيه فمن يكن، للدين يحمل راية التبيان، يا نجل حيدر يا وريث محمد، يا نجل حيدر يا وريث محمد، يا من ورثت شجاعة الشجعان، يا من إلى الأرهاب بات محاربا، يا من تصدى للدعي الجاني، أدعو إله الكون يحفظ شخصكم وتظل أنت ملاذنا والحامي، أدعو إله الكون يحفظ شخصكم وتظل أنت ملاذنا والحامي، صلى على محمد وآل محمد.